أبو علي من أبو ظبي يقول: يعني أنا ظروفي صعبة وعندي ديون والتزامات، ودائما أفكر وأصبح لدي وسواس، هل وهذا يؤثر على خشوعي؟ يقول: كيف أتخلص من هذا؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت لست الوحيد في هذا العالم اللي عليه ديون وعليه مشاكل وعنده كذا وكذا. أغلب الناس عندهم ديون وعندهم مشاكل، ما تعاملوا بمثل يعني هذه الطريقة، بحيث أنهم دخلوا في الوساوس وأصبح بالعكس، بل المفترض عليك أنك تخشع في صلاتك، تلجأ إلى الله عز وجل، هذا المفترض عليك. ولذلك ورد في السنن بإسناد وإن كان متكلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد رجل يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. لاحظ، هموم وديون، راح للمسجد، راح يخشع في المسجد، قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. قال: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني دين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تعلم بأن الأمور كلها بقدر الله، وأن الواجب على الإنسان في مثل هذه الظروف أن يلجأ إلى الله أكثر، وأن إذا دخل الصلاة يدخلها بخشوع، حتى إذا دعا باستحضار، يستحضر معنى ما يدعو، وتكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق. التزم هذه الأدعية، ابذل الأسباب الشرعية والطبيعية في سداد الديون، وبإذن الله تفرج يا أخي الفاضل.